صحة شريبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث مقياس. مصحبها الدنيا كي تدور على مولاها وكي تعطيه بظهرها وهو ما كانش قري لها حسابها. مصحبها الدنيا كي تطيح العبد من القمة وتخليه تحت الصفر. وقداش سمعنا حكايات للناس كانوا في العلالي ويحكموا بأحكامهم في عالم المال والأعمال. صبحوا ربنا كما خلقتنا وباعوا اللي قدامهم واللي وراهم. ومن الناس هذم ثم شكون طاح وتكسر وما عودتش قامت له قائمة، وقعد عايش على أنقاض الفشل متاعه وما نجمش يخرج من محنته. وثم شكون في المقابل لقى شكون يعاونه ويهزه من أوذانه، تماشي ما يعاود يبني مستقبله وينسى اللي صار له. كيما في حكايتنا الليلة، خلينا نتفرجوا عليها مع بعضنا ونرجعوا ونكملوا حديثنا. لاباس ما؟ شنو اللي مقلقك؟ وجهك يقول لي انت حزين ومهموم. احكي لي ما يسالش، بالك النجم نساعدك. هم كبير يا حاج، قلتي ما فيهاش حل. كيفاش؟ انا يا حاج مقاول. نخدم على روحي، لاباس عليه. لين طلع لي مره واحد رزاني في برشا فلوس، تراكمت علي الديون والناس الكل ولا تحب على فلوسها. حلت يا حاج، تخنقت، عرفت شنو؟ يا عاد انا بحذاك وتخمم. يا نهار يعني قداش تحب فلوس هاي؟ ها؟ حاج مش وقت تفات ليك، احكي لك على مشكلة فيها 165 مليون. وانا حتى البيعان ما عادش في عندي بيوع. يا نهار يعني 165 مليون حاجة كبيرة هي. عايز تقول 200 مليون حلو لك مشكلتك. احكي بشتك ولا تفدلك هكا تو؟ انا في هالعمر هذا في هالقد هذا نفدلك في امور كيما هذه؟ ايه راهي من عدلتي. هي 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 200 مليون ايه. فيسع 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 فيسع، تكلم 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 بل ما تراجع. حلوا لي مشكلتي 200 مليون. ايوه امك مش باش ارجعهم. انا سعن صح. ايوه العام الجاي الوقيت هذا بالضبط وفي البقعة هذه بالذات
نتقابلوا هنا باش ترجع لي فليزيتي. تفضل. متفقين؟ تمشيش تقلبني. بارك الله فيك. ما لا متفاهمين؟ اي سلام الله عليكم. وي مرحبا. اهلا بك. شكون معك؟ اهلا سي مصطفى. يا رجل الغيبتي وينك؟ راك عملتها فيا بالرسم، عملتها فيا. اي شنو نويت توا عاد؟ فلوس الكل اسباس ولا شاك؟ في بالك اللي انت انقذتني اليوم؟ مش مشكلة حاسيلو، عديلي العشية. اوكي سيدي مرة نستناك. اه ميرسي بيان ميرسي بيان. هاي البرشا. وي اهلا بك. اهلا. الحمد لله. اهلا سي صالح. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. شوف سيدي، غدوه ان شاء الله نتعدلك. لا 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 مش نسيك، وبحول الله غدوه ان شاء الله نتعدلك وامورنا كلها تتحل. يا عايشك يا عايشك يا سيدي. عايشك. اوكي سلامة. اوكي تعرف؟ مرحبا. عندي ليك اخبار تحفة. تفضل. تو كنت نحكي انا وسي شكري وتفهمت انا وياه باش يصبر عليك شوية حتى لين تنجم تخلص ديونك الكل. رسمي؟ هما نعمل كنالك بالنمر هذي. الحمد لله هكا نجم نقولوا مشاكلنا الكل تحلت. وي عنا الوقت باش نبيعوا الديار ونلمدوا شويه فلوس وقد تربي ازمه وتعطينيها ان شاء الله. اوكي هي البرشا هكا امورنا كل تحلت. اوكي صافي عايش. السلام عليكم يا حاج. ايش حالك؟ لبس عليك. عرفتني ولا؟ احسنت. تتذكر عامل تاني ولا؟ عامل تاني كتبت لي الشكل 200 مليون باش نعاون بهم روحي. ما اقول لك الشيك بتاعك ما صرفتوش، عاونت به روحي. الشيك بتاعك كان سبب باش خذيت ثقه في روحي ورجعت وقفت على سقايه، وهاني اليوم جيت بعد عام باش نرجحولك. اش بك تضحك يا حاج؟ لاباس؟ اي الحمد لله عليك كيفاش هوني يا حاج. توا هكا ديما تهرب وانا نجري في جرتك من شيره لشيره. صبر يا ربي صار توا وقت دواك. قوم معايا يا حاج. قوم امشي يا حاج. سامحني. امشي عايشك يا حاج. شنو الحكايه؟ السيد هذا نهار نهارين هو هارب من السبيطار ويجي لهنا للجرده عامل روحه راجل لاباس عليه وعنده برشا فلوس. سامحنا مسيو كان قلقك. امشي يا حاج امشي معايا. تفضل امشي.
يا سيدي الرجل هذا طلع عطي الثقة في شيك بدون رصيد، والرجل اللي يحسابه عاونه وعطاه ضمان وهو اللي خلاه يتشجع ويعاود يخدم على روحه، الرجل الكبير هذا طلع مجنون ولا ثم فلوس ولا هم يحزنون. أمال شنو اللي خلى رجل الأعمال هذا ينجح ويكبر ويعاود يوقف على ساقيه ويعاود يرجع قيمته ومكانته؟ أكيد هي ثقته بروحته، الثقة بالنفس اللي خلاته يخلي الشيك هذاك الوقت الشدة ومطمئن إنه موجود إذا دارت به مصيبة، وبدأ يخدم على روحه ونجم يوقف على ساقيه من جديد، ونهار اللي حب يرجع الشيك لمولاه يلقى كالشيك كاللي كتبه الزوز من غير رصيد. وإحنا حديثنا قياس، الدنيا هذه ساعات تضرب ساعات توجع، والواحد فيها ساعات يربح وساعات يخسر، أما الفرق فيها بين الناس الكل هو الفرق بين اللي يقعد وين تكسر وطاح وبين اللي عاود ياخو ثقته في روحه ويصمم على أنه يبدأ من الصفر من جديد، سواء القاش كون يعاونه وإلا ما القاش. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. تصبحوا على خير وليلتكم زينة.